انا لا اعرف لماذا لانه هذا الدور تاعنا عندنا التجاره بينه وبين بريطانيا اذا نعمل عليها ضغوط احنا نريد امام جزائري مس الجزائر جامعة الجزائر عندنا مثلا شيخ مقران او قدامي صليبي بريكستون عندنا واحد اسمه عبد الرحمن عندنا الاخ توفيق هو لحد الان المدير المركزي تاع دار الرعايه احنا ماذا بنا ديروا ضغوطات على الحكومه البريطانيه نريد امام جزائري ولكن جايبين امام مصري لعلمك في نقطه معينه كاين مصلى الجزائري مكاش المشكله انه لازم يكون مسجد جزائري باسم الجزائر مش كبير مش مسجد نتمنى من الجزائريين يجيو يشربوا قهوه هنايا ويقصروا مليحه كل جاليه هنايا في بريطانيا عندهم المكان تاعهم وين يريحوا حاجه مليحه مام لي زونغلي تروح لاسبانيا عندهم مغرب وين يتلاقاو يبيعوا فيش اند شيبس ولا لا ولكن نتمنى في الجزائريين هذو اللي عايشين هنا في بريطانيا يمدوا لي ماج بيكتشر تاع الجزائري يمدوها مليح خاطر ماشي كامل الجزائريين اللي عايشين هنا لازم نقولوها ما نكذبوش ماشي كامل الجزائريين اللي عايشين كاع هنا في لندن ولا في بريطانيا كاع ملاح لازم واحد ما يهدر الصراحة فهم لازم الالجيريان يمد ليماج باش خاطر اخرى كي تمشى هكذا تقول انا يعني راح باكونس نيكست ويك ان شاء الله للجزائر كي راح ليكول قلت لهم اني راح للجزائر اني رايح للجزائر باسكو انا ام براود انايا ما نخافش انا كي نهضر مع انجليزي ولا امريكاني ولا ما نروحش نقول انا شبي ان فرونسي ولا ام بريتيش ولا هكذا انا جزائري باسكو انا نعرف روحي واش نسوى ونعرف كيف انا نهضر مع الناس ومتمكن من اللغه والحمد لله ولكن واش حبيت نقول باللي الجزائريين اللي عايشين هنايا الناس اللي يجوزوا هكذا كاين الناس اللي ما يحبوش يجوزوا على الطريق هذيا كاين الناس اللي حطوها في الجرنان عند واحد 9 years ago ولا 9 سنين ولا حتى باسكو الناس واقفين هنايا وكلش على جوز طفلاريه وعليها عليك انت جيت حبيت تعيش في البلاد هذه يو هاف تو ريسبكت هذه البلاد هذه هي لازم نروحوش نهضروا نصبح للحكومه والقنصله وما حبناش الباب سامحني سامحني هذه ماشي خدمه دولة ولا على هذه اللي انا نتكلموا احنا في الفارشيليان تاعنا ما تقدرش تلوم سما شغل ما انا وجعني قلبي ما تقدرش تلوم سما شغل شعب مسكين خاطر شوف كي تروح على الجي بي تهضر معاه تبدا تهضر على المشاكل يسموه بوست روماتيك ديزوردر محمد تجازوا عليك مشاكل محمد جي بي فهموا بلي طبيب كاين ما يفهموش المصطلح جينيرال براكتس يقول عندنا تسمى بوست روماتيك ديزوردر علاش باسكو جازوا علينا مشاكل سي بور صلحنا حقنا الحاله هذه كي تشوف واحد باغ اكزومبل بلوكي مريح في الطريق حياتي كاع قرايه ولا اخر ريحت مرحله تشوز وبعد جوني كوار بديت نتحرك هاد الناس هادو يحتاجوا لي بوسيو بيجي هنا راح باباك ما عندوش وين يسكن ما عندوش كوار لا ما عندوش ما عندوش يريح
لا خلاص الكلمه الاخرى خليك كمل خلاص الله اكبر خلاص اسكت علينا هو الكلمه الاخرى لازم الفور ريسبكت هو لا في اوبزرفاسيون عنده اوبينيون تاعو انا نعطيك اوبزرفاسيون من الناحيه الطبيه هو انا عادي شاف الناس هذا نفهم له علاش هاد الناس هادو انا كان طوك مشغول بالميديكال ما نقدرش نلومه على بالي مسكين هذا ما كان لازم يتداوى سي بور سا رانا نهضرو الفون كري دي كوميسيون نعاونو الناس الماكسيموم كاين طبو يعاونو طوريونتي هي قرا وري لوحو كاين الناس ما عرفش واش يدير نقولو راح دير تو داي ستاج دير هذا تولي تخدم ولا عندك كل واحد توجيه 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 واش مشغول علاش هو هو يحب يقعد في الطريق هكذاك واقف هكذا سي هاد نورمال الله غالب انا الحق ما عندي لا كارت ما عندي والو نستنى مريح برك ما نقدر ندير والو والبلاصه هي القهوه تلقى فيها ما نقدر ندير والو وما كنت ما كانش سيبور بسيكولوجيك ما كان والو على بالي يهضروا لي زومبي احنا نقعدوا هنا في الطريق ما انا قاعد في الطريق هنا نورمال هذا مشكل هذا ماشي جماعه جماعه يعطيك الصحة ساعة الوزير صح يعطيكم الصحة اسمها بارك الله فيكم احنا ان شاء الله اليد في اليد نتعاونوا من ولا الكونسيولا ولا لومباساد ما فتحناش طريق احنا نتعاونوا بيناتنا والله غير نتعاونوا باذن الله دون ماكسيموم اخويا هذه مسؤولية يعطيكم الصحة مواليكم سكتوا علينا جيناكم بحسن النية ما عندنا خلفية سياسية ما عندنا خلفية انتخابية ما عندنا اي حساب الشيء اللي نجمو نديروه وراني على هذا الشان رانا نزلنا للشارع وجينا باش نسمعوا لكم وما نسمعوش الا فقط للنخبه لان النخبه ربما هي عندها تسهيله تجب تتصل بنا ولكن جينا نسمع لكم لان رانا عارفين اللي عندنا نقائص من جهتنا من جهه الدوله من جهه الكونسوليه وحيدا هذا ما تخلي الاوضاع تتوتر اخوان اوضاعهم احيانا صعبه ودمر الخدمات هذه سهله هي يزيدوا يخلقوا مشاكل ربما هذه تخلق لنا نوع من التوتر فيما بيناتنا فاذا بدون ما نحاولوا نفريو مشاكل في الجزائر هذيك امور واحده اخرى خلينا حاجه بحاجه نمدوا يدينا لبعضنا احنا محليا ونحاولوا نحلوا المشاكل اولا انتم هنا في بلاد ديمقراطيه في بلاد الحوار اولا نتعلموا نتحاوروا ما بيناتنا لان لحد الان ما كانش حوار للاسف كما كنت تقول ربما كان الابواب مغلوقه الدوار كانت مقفوله الى اخره فاذا هو السفير لان الان ما اصبحتش فقط قضيه اداريه او قنصليه مادام راهو السفير معناها اهميه سياسيه يعني حتى هو عنده السفاره مباشره عندها مسؤوليه حتى ما نخليوش الشبان والجاليه تاعنا تضيع ولا تضيع ولا تستعمل ولا تستعمل ضد البلاد ولا تستعمل بصفه اخرى فاذا قد ما نصلحوا الاوضاع تاعها على حسب الامكانيات طبعا حسب ما نصلحوا على حسب ما علاقه الثقه هذه تكون ما بيناتهم ولكن كما تفضل الاخ ميدانيا كيفاش لازم نتصرفوا كاين اتجاهين اولا يا اخوان دردشة في القهوة مليحة طيب ولكن على الأقل ما بيناتكم تاني كونوا فعاليين يعني نوعا ما طيب تواجهوا الحكومة الدولة إلى آخره ولكن وين هو الحل؟ طيب أنا سمعنا ولكن حتى ما بيناتكم أنا ما نلاحظ حتى ما بيناتكم يعني ما عدا الدردشة والحكاية ما كانش شيء ملموس ما كانش شيء ملموس نوع من التنظيم تتكلموا على الجاليات الأخرى الجاليات الأخرى يا إخوان يقول لك والله ما يحتاجوا الدولة وما يسمعوا بالدولة منظمين أرواحهم بالمال ولا بدون مال والله ما سامعين بالدولة دوك إذا أنتم تنتظروا به تنظموا روحكم الدولة تجي تستحيل تجي هنا تكون حاضرة هنا كاين أمور ما نقدروش عليها كاين أمور ننجموا عليها ومن ناحية التنظيم بها تنظموا روحكم ويبقى الجسر هذا ما بيناتكم هذا بين يديكم انا تكون
يدينا يدينا الحمله مستعين نتحاور معكم مستعين الناس محتاجين الناس ثقوا فيهم يلبوا ضمانات بالنسبه للجاليه اللي نثقوا فيهم تكون هذا الهمس الوسط ما بيناتنا والمشاكل اللي نجمو نحلو على الاقل اداريه هذا اللي يروح يلقى شهر هو جاي على الاقل هذا اللي يريح جاي هذه بين يدينا فضاء وين الاخوان يجمو يتلاقاو ان شاء الله من نهايه السنه ربما يتحل نزيد نشوف اما باه كما تقال الشاب قال وش هو المستقبل تاعي هنا اخي انا نقول لك بكل صراحه باه انا نعطيك جواب على ما هو المستقبل تاعك في البلد هذه صعيب عليك سيد انا ما عليك كسؤال هو فرض عليك انا تعمل لي المستقبل تاعي انا ما قلتلكش اعمل لي المستقبل تاعي صافي دير شويه ماجوري فاكسيني خرجت من البلاد ماني نجمع الطاقه تاعي دونك اوني دي زانجيون حنا خرجنا من البلاد علاش خرجنا من البلاد سوء المعيشه خرجنا هنا باش نعاونوا والدينا حنا دي زانجيريا نستهلوا حنا نمدوا للبلاد حنا ماذا بينا نشوف البلاد بصح ما كانش عندنا الحسن باش نمدوا للبلاد ما كانش عندنا الامكانيات باش نمدوا للبلاد بصح حنا ماشي هنا ما عندناش انا ما قلتلكش على المستقبل تاعي حنا ما عندناش هنا ما كانش كنت كي تعيط ما كانش اللي يسمعك اسم حنا كي نهضر كاين يسمعنا ما كاينش اللي يسمعنا ما عندناش كوميونيتي ما عندكش شكون يغطيك ما نقدرش نقولوا انت ولا انت ولا هذا صافي دير هاد الثلاثه الكوميونيتي ماشي حابسه هنا كبيره شرق غرب ايرلندا سكوتلاند هاي الناس بعيده بزاف لازم نديروا على الاقل منصب كاين منصب هنا بيرو صغير ما يكفيش ما يعاونش على ما نزيدوش نوسعوا يدير والو ماشي ما يعاونش ما نزيدوش نوسعوا غير كارت تراديكسيون صغيره يقول 50000 سمع هنا احنا في الجزائريه هنا ما عندناش كوميون ما عندكش لي مشكل ما كاينش لي مشكل ما عندناش عندنا بيرو لهنايا وفي كوميون في هذا البيرو كاين واحد بيرو تاع راس هو زعما يبريزونتي الجزائر يبريزونتي الجزائرية كوميونوتي كي تروح انت ديموندي ورقة زعما كي تورقة فرونسي لا 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 خلوها يعطيك فرونسي شارجيك 15000 انت علاش راك تما الشارجي الجزائرية 15000 يوسف انا مشكله